مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. اليوم أيام الأحد والاثنين انخفاض على درجات الحرارة وأجواء صيفية عادية، وبعد الثلاثاء ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع بإذن الله. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نستعرض الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد. يوم الأحد انخفاض على درجات الحرارة لتصبح قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة. أجواء صيفية عادية في معظم مناطق المملكة. تنشط الرياح الغربية، تكون مثيرة الغبار والأتربة في المناطق الصحراوية والشرقية والبادية الشرقية والبادية الجنوبية الشرقية. درجات الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية 31 العظمى والصغرى 22، المرتفعات الوسطى 31-21، المرتفعات الجنوبية 28-20، والأغوار البحر الميت 40-28، وخليج العقبة أيضا أجواء حارة 40-27، البادية الجنوبية الشرقية أجواء مغبرة 32-23، والبادية الشرقية أجواء حارة 38-23 درجة مئوية. يوم الاثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة، تصبح الأجواء ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا، وبتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل ما بين درجة إلى 3 درجات، والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 34 والصغرى 22، المرتفعات الوسطى بحدود 33-34 والصغرى 23، المرتفعات الجنوبية 32-21، والأغوار البحر الميت 41-28 أجواء حارة، وأجواء حارة أيضا في العقبة 41-27، البادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا ومغبرة 34-25، وأجواء حارة في البادية الشرقية ومغبرة 41-25 درجة مئوية. يوم الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين 2-4 درجات مئوية، وأجواء تقريبا حارة نسبيا، والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 35 والصغرى 22، المرتفعات الوسطى 34-22، والمرتفعات الجنوبية 31-20، والأغوار البحر الميت أجواء حارة 41-28، وخليج العقبة أجواء حارة 41-27، والبادية الجنوبية الشرقية حارة نسبيا 35-24، وأجواء مغبرة وحارة في المنطقة أو البادية الشرقية 40-24 درجة مئوية. يوم الأربعاء أيضا أجواء حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين 2-4 درجات مئوية، العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 35 والصغرى 21، المرتفعات الوسطى 35-21، والمرتفعات الجنوبية 30-20، والأغوار البحر الميت 40-27 أجواء حارة، وأجواء حارة في العقبة 40-27، حارة نسبيا إلى حارة في البادية الجنوبية الشرقية 36-25، وأجواء حارة في المنطقة أو البادية الشرقية 41-26 درجة مئوية. يوم الخميس ارتفاع على درجات الحرارة آخر، بحيث تصبح الأجواء حارة نسبيا في معظم أجزاء المملكة، ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين 2-4 درجات مئوية، العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 36 والصغرى 23، المرتفعات الوسطى 34-35 العظمى والصغرى 24، المرتفعات الجنوبية 31-32 العظمى والصغرى 21، الأغوار البحر الميت 40-28، وأجواء حارة، وأجواء حارة أيضا في العقبة 39-28، أجواء حارة نسبيا إلى حارة في البادية الجنوبية الشرقية 37-25، وأجواء حارة في البادية الشرقية 41-26 درجة مئوية. يوم الجمعة
ارتفاع آخر على درجات الحرارة، أجواء حارة تقريبا في معظم مناطق المملكة، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية، العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 36 والصغرى 22، المرتفعات الوسطى 35-23، المرتفعات الجنوبية 31 إلى 33 العظمى والصغرى 21، الأغوار البحر الميت 41 إلى 27، وأجواء حارة، وأجواء حارة في العقبة 40 إلى 26، حارة نسبيا في البادية الجنوبية الشرقية 36 إلى 24، وأجواء حارة في البادية الشرقية 41 إلى 25 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، شكرا لكم وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع